دلوقتي عندنا سؤالين 50-50، اتفضلوا. اتفضل يا عمدة، اتفضل يا أمل. أول سؤال لأمل. أمل جاهزة؟ إن شاء الله. 50-50، والسؤال هو: تتبع الواحات البحرية إحدى المحافظات المصرية، فما هي؟ وأنا أخمن. إيه؟ وأنا أخمن. هتخمني؟ ما عندكيش المعلومة؟ ممكن تكون صح وممكن تكون غلط. إجابتك؟ الجيزة. الواحات البحرية تتبع الجيزة؟ تخمين، مش عارفة بقى صح ولا غلط. شايفة كل الناس في حالة ذهول، عندهم إجابات تانية. إحنا معانا مدرسة كاملة. لا مش مدرسة، دي مدرسة من 7 فروع. المدرسة المصرية للتلمذة الثانوية الصناعية. موافقين ولا مش موافقين؟ مش موافقين. أمل إجابة صحيحة. شفتي؟ هما ما عندهمش الإجابة وأنت عندك الإجابة. مساحتها 2000 كيلومتر مربع. انت هتعيطي عشان جبتي سؤال؟ ما انت طول عمرك بتجاوبي. فيها اكتر من 400 عين كبريتيه. برافو عليكي، هم شطار بس فلتت منهم. كنت سامع عنها اصلا. كنت سامع عنها؟ اه. تمام. النتيجه 40 خان الخليلي، 20 طيبه. عمده جاهز؟ جه 50-50، والسؤال هو: ما هي أكبر مدينة من حيث عدد السكان في النمسا لسنة 2024؟ فيينا. أنت رحت للعاصمة، ما أقدرش ألومك. موافقين؟ هم خايفين بقى المرة دي، هم خايفين يوافقوا لأن هم قلقوا. الموافقين فين؟ يرفعوا ايديهم. ده واحد بس اللي رفع ايده. عمر ماجد، فيينا، اكتر من 1,000,000 نسمة. اجابة صحيحة. برافو عليك، 10 نقاط، 30 طيبة، 40 خالد خليلي. كلنا نحيي امل وعمر، عمر وامل. تفضل. شكرا يا عمر. تفضل. دلوقتي عندنا سؤال في الأدب لفريق خان الخليلي وحان معاد الجوكر. أدب، والسؤال: مجنون الورد هي مجموعة قصصية لأديب مغربي، فمن هو؟ استني يا أمل عشان محمد مستني الإجابة أكتر مني. الإجابة عنده. اتنشرت 1989 بتضم 19 قصة. بيكلم في القصص دي عن المهمشين واللي بيعانوا من رفض المجتمع. أحمد جمال، مش أنا اللي هقولك صح ولا لأ، محمد محمود هو اللي هيقولك. إجابتك. بن سالم حنيش. طبعا محمد محمود رافض، ورافض بوضوح. بعدين هو غول في الأدب. إجابة خاطئة. فرصة 20 نقطة. رد الطار يا طيبة. الله يسلم. محمد هي. عجلان. محمد شوفي. محمد محمود موافق؟ موافق. إجابة صحيحة. هو موافق بحزن. رجعته ال20 نقطة. الطار. الله، هتخطفوا منهم سؤال التاريخ ويسيبوكوا. 50 طيبة، 40 خان الخليلي. ودلوقتي طيبة أدب، والسؤال هو: من هو الأديب الفرنسي مؤلف مسرحية حالة طوارئ؟ The State of Siege. اتنشرت 1948. أحد المواني الكبرى اتعرضت لمرض الطاعون وسلوك الناس تحت تأثير الوباء. إسلام. إجابتك. ألبير كامو. إسلام. إجابة صحيحة. ألبير كامو. إجابة صحيحة. 10 نقاط. طيبة 60-40
خان الخليلي. هو ده اللي انا كنت بقوله في بدايه اللقاء، فريق طيبه فريق تقيل، بدليل ان هم متقدمين على متصدر المجموعه. فريق خان الخليلي علوم والسؤال، ما هو اول قمر تم اكتشافه على كوكب نبتون عام 1846 في شهر اكتوبر، بعد 17 يوم من اكتشاف نبتون؟ اكتشفه العالم الانجليزي ويليام لاسل. احمد جمال بقيت لوحدك، خلاص اجابتك نريد. نريد طبعا اجابه خاطئه، طبعا عجلان. ترايتون. محمد عجلان ابهرتني، اجابه صحيحه، برافو عليك برافو عليك. 10 نقاط طيبة، 70-40 خان الخليلي. آخر سؤال في الفقرة طيبة علوم، والسؤال هو مانجاياما ياراماتي هي أكبر امرأة من حيث السن في العالم تنجب أطفالاً، فما هي جنسيتها؟ في سبتمبر 2019 خلفت توأم وعندها 74 سنة بعد عملية تلقيح صناعي. مانجاياما ياراماتي يا إسلام، أنت بتفكر في جنسيتين أنا عارف. إجابتك إنجليزية. لا يا راجل، قول إجابتك يا إسلام. لا يا راجل، ما اتفقناش على كده، عندك حق السمان، مفيش مشكلة. إجابة خاطئة، قول إجابتك. أما دام إحنا كمجموعة اتفقنا يا إسلام على إجابة، أحمد جمال إجابتك الهند طبعا هندية. إجابتكو كانت الهند؟ سكر. لا جاب خلاص سكر. يبقى مفيش مشكلة، سكر أنت غلطان، قلت لهم قدامك بازر دوس عليه وقول الهند، هتاخد 10 نقاط. إجابة صحيحة، هي فعلا هندية. 10 نقاط، 50 خان الخليلي، 70 طيبة. أسئلة الفقرة الأولى اتجاوبت كلها. مباراة صعبة يا خان الخليلي، دي بروفا ليكو مهمة لدور الثمانية. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة المعرفة والعباقرة.